كل من امبارح مسؤول قوي ان انا كده السيد الاوبدان زي رئيس الشعب، لان امبارح الدار البيضاء تم اختياره من المدن الابداعيه من طرف مؤسسه اليونسكو، وهذا اعتراف مهم جدا. ومره اخرى هنيئا للدار البيضاء وهنيئا لسكنه الدار البيضاء. باش نقوي المجال ديال الكتاب، فاش كنتكلموا على الكتاب كنتكلموا على المغاربه كلهم، وكنتكلموا على الشباب والاطفال. اليوم العالم كيعرف تحديات في اطار يعني التطور ديال التكنولوجيات، وبان الاطفال في العالم ليس فقط في المغرب ولا كيهتموا اكثر بالهاتف، يعني بالمجال ديال التكنولوجيات الجديده. وكان عندنا ديجا القراءه كانت ضعيفه في المغرب، ففي اطار هذه التحديات كان هناك خوف ان ما يبقاش كاع الكتاب موجه للاطفال. ففي هذا الاطار كاين هناك تحديات كبرى اللي خدمنا عليها، بما فيها الشراكه مع وزاره التعليم باش نفتحوا جميع المكاتب ديال وزاره الثقافه للاطفال في الاقاليم والجهات باش يتقربوا اكثر للكتب الموجهه لهم. ثانيا اعتبرنا بان الكتاب هو خصو استراتيجيه تواصليه ديال الماركتينغ باش 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 نقربوا اكثر واكثر هذا الكتاب للاطفال، وباش ننجحوا في العمليه ديالنا. ذكروا الاخوات والاخوان الكبيره، يعني مجموعه ديال الاشياء اللي كنعتبرها مهمه جدا، يمكننا نستغلوا حتى هذه التكنولوجيات الجديده باش نزيدوا نقربوا القراءه بمفهومها الجديد للاطفال وللشباب. وفي هذا الاطار ينخرط هذا المعرض اللي كيتنظم لاول مره هنا في مدينه الدربات، معرض دولي بقيمه كبيره وبشراكه مع الجهه والجماعه، لان لولا المساهمه ديالهم كان يمكننا ما نشوفش هذه التظاهره، وكنعتبروها يعني تعطي فرصه كذلك للفاعلين في هذا المجال باش يطوروا يعني الكتب ديالهم موجهه للاطفال. وبالطبع هذا الشيء كينخرط في مفهوم ديال الصناعه الثقافيه وخلق سوق حقيقي للاطفال للكتاب، والشباب والاطفال عندهم دور في هذا المجال. هل سي اون مانيير دو فو راشتي سي لويزير باسكو يا بوكو دو كريتيك جوسكا بريزون؟ لا با دو راشا، هي استراتيجي بور لي ماروكان. الى بغينا نديروا واحد الدعوه كبيره ونحترموا بها الكتاب والشباب والاطفال، الا وخصنا كاع الامكانيات. تعرفوا الامكانيات اللي كانت سابقا لوجه الكتاب كانت بسيطه وقليله، فلهذا انا رجل الحديث بالشكر المجلس الجهه والجماعه، لان حان الوقت اليوم كل شيء متاخر على الهجره باش نعطيو الامكانيات للمجتمع.